حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة إجلال العلوي، استشاري صحة عامة بوزارة الصحة ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ. مساء الخير دكتورة، أهلا بك في نشرة ثالثة. في البداية نبارك لكم حصولكم على هذه الجائزة. ماذا يعني لكم حصولكم على هذه الجائزة الدولية؟ مساء الخير. بداية أحب أبارك للقيادة الرشيدة متمثلة في حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أتقدم لهم بجزيل الشكر والامتنان لدعمهم اللامحدود لكل ما يصب في صحة المواطن والمقيم. طبعا هذا الدعم الكبير أسهم في دعم ودفع عجلة الإنجازات ورفع اسم مملكة البحرين الحمد لله عاليا في المحافل الدولية. كذلك أحب أبارك لسعادة وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد وجميع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ وشعب البحرين بهذا الفوز اللي يعتبر إشادة وتقدير وإثبات جدارة للجهود الكبيرة اللي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة التبغ. هذه الجائزة هي أعلى جائزة عالمية تمنح للعاملين في مجال مكافحة التبغ، وبالتالي هذا الفوز أكيد راح يعطي دفعة قوية لاستمرار هذه الجهود في الاتجاه الصحيح وبتكاتف جميع الجهات المعنية. لو بنعطي نبذة بسيطة عن اللجنة الوطنية، البداية كانت في عام 2007 لما انضمت مملكة البحرين لاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، ومن ثم إصدار المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2009 اللي كان أهم بنوده هو تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ، طبعا بالإضافة إلى عدة بنود أخرى. هذه اللجنة برئاسة سعادة وزير الصحة وعضوية مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية، وأسند للجنة العديد من المهام أهمها رسم أفضل الاستراتيجيات والخطط والبرامج لحماية المجتمع من أخطار ومضاعفات استخدام التبغ. بجهود حثيثة وبجهود الجميع استطاعت هذه اللجنة أن تكون منظومة وطنية متكاملة تدعم وتشرف على تطبيق برامج مكافحة التبغ في مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، وبالتالي صار أو جاء هذا الفوز عن جدارة واستحقاق. نعم. وإن شاء الله راح تستمر الجهود لحين نصل إلى هدفنا وهو تعزيز مجتمعنا بحيث يكون واعي بأضرار التبغ وخطورة الإدمان على النيكوتين، والله يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح مملكة البحرين الحبيبة. شكرا جزيلا لك يا دكتورة إجلال العلوي، استشاري صحة عامة بوزارة الصحة ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.